شكون هو السي بن يونس الزياني قبل الالتحاق ديالو بالعمل السياسي؟ فهمت الدوي لك. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أود أن أتقدم الشكر الجزيل لموقع بركان 49 على الاستضافة، ونتمنى نكونوا خفيفي الظل على الإخوة اللي غادي يتبعوا الحلقة اليوم. عبد الربيه بن الزياني من مواليد 29 أكتوبر 1969 من مواليد مدينة بركان، وتابعت الدراسة ديالي الابتدائية بعين الركادة. الدراسة على مستوى الإعدادي والثانوي كانت من مدينة بركان، والمستوى التعليم العالي كان من مدينة وجدة، وحصلت على الإجازة في القانون العام تخصص إدارة داخلية 1993. وفي 94 توظفت في وزارة المالية مصلحة ديال الضرائب بركان، ومن ذاك التاريخ إلى يومنا هذا ما زلت أشتغل بوزارة المالية. ودخلت العمل السياسي في أول تجربة كانت في 1997، ومن 97 وأنا مستشار في الجامعة ديال عين الرقادة لولايتين، وكرئيس جامعة منذ 2009 إلى يومنا هذا للولاية الثانية. الحزب السياسي بقى هو الأول حزب الاستقلال، وانخرطنا في الحزب في 93 وما زلنا داخل حزب الاستقلال لحد الآن. الناس كيتسألوا السي الزياني على يعني واش هو الفرق ما بين المجلس السابق والمجلس الحالي؟ في الحقيقة صعوب الإجابة على هذا السؤال، لأن كل واحد عنده تصوره، كل واحد عنده طريقة ديال الشغل ديالو. بالنسبة لنا احنا كمجلس في الولايتين من 97 حتى 2009 كنت في المعارضة مع بعض الإخوان من حزب الاستقلال، وفي 2009 داروا فينا انتقال المواطنين وشدينا المجلس، والحمد لله من 2009 إلى يومنا هذا تم فتح مجموعة ديال الأوراش. واحد الطريقة ديال الاشتغال ربما تختلف عن الطريقة اللي كان دير بها المجلس ديال عين الرقادة في السابق. سي بن يونس، يعني اهم معالم البرنامج المستقل الولايه الحاليه؟ احنا كما قلت لثاني ولايه حصل لنا الشرف باش نكون رئيس ديال الجامعه ديال عين الرقاده، وبالتالي الشعار اللي خديناه في الحمله الانتخابيه هو استمراريه الاصلاح اللي بديناه في 2009. كانت مجموعه ديال المشاريع اللي تنجزت في الولايه الاولى، وكانت مشاريع كانت باقي عالقه، وبالتالي خدينا على العاتق ديالنا، وفي الشعار ديالنا اللي كما قلت كان هو الاستمراريه في العمل ديال التغيير اللي بديناه في 2009. بالنسبه للوضعيه الماليه ديال الجامعه، ويعني اهم المصادر ديال التغذيه الماليه ديال الجامعه بالنسبه لعين الرقاده؟ فيما يخص الوضعيه الماليه ديال عين الرقاده، فالمعروف عن الجامعه ديال عين الرقاده انها ضعيفه جدا من حيث الموارد الماليه. ويمكن لي نعطيك كمثال على الميزانيه ديال 2016 باش نوضحوا الرؤيه، لان ربما مجموعه ديال الاخوه مجموعه ديال المواطنين ما كيعرفوش الوضعيه الماليه ديال الجامعه، وربما في ذلك طرح مجموعه ديال النقاشات على الهامش. الميزانيه ديالنا ديال 2016 كما نقولوا بالرقم الحقيقي ما تجاوز 6 مليون درهم. تيليا هما يسمى بالضريبه على القيمه المضافه، الدوله كتعطينا 498 مليون سنتيم. الموارد المحوله اللي كنقصدوا بها الضريبه على رسم السكن والخدمات الجماعيه والرسم المهني في حدود 21 مليون. الضرائب الذاتيه 21 مليون سنتيم، باش نوضحوا ما حناش نهضروا بالدرهم، حنا نهضروا بالسنتيم. الموارد الذاتيه اللي كتكلف بها الجامعه ما تتعداش 74 مليون سنتيم. إذا جمعنا الرسوم المحولة والرسوم الذاتية زائد الضريبة على القيمة المضافة، المجموع ديال 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 الميزانية ديال الجامعة 6 مليون درهم. أمام ضعف ديال هذه الموارد المالية لجأنا لمجموعة ديال مجموعة ديال الحلول، لأن هذه الموارد هي ميزانية ديال التسيير، وبالتالي يصعب الحديث على برامج ديال التجهيز في هذه الوضعية ديال الميزانية ديال الجامعة ديال عين الرقادة اللي ضعيفة وضعيفة جدا. وبالتالي كانت مجموعة ديال المبادرات اللي قام بها المجلس، وهي إبرام اتفاقية شراكة مع مجموعة ديال المتدخلين، وأيضا إعداد دراسات تقنية، وبالتالي تعزيز بعض الطلبات اللي قدمناها للوزارة الداخلية
بشخص المديريه العامه ديال الجامعه المحليه، والحمد لله استطعنا نعبئوا مجموعه ديال الموارد واللي انعكست على شكل مشاريع في الجامعه ديال عين دركه. بالنسبه في نفس الاطار، يعني كنت في احدى الحوارات ديالك مع احد الجرائد بالضبط 20 ابريل 2015 قلت بان عمد المجلس الجامعي للمدينه الى تبني رؤيه مغايره للبنيه التحتيه المحليه ترتكز على ما يلي: اعداد مشاريع وفق مقاربه تشاركيه، تعبئه الاموال اللازمه قصد تحقيق بعض البرامج المحدده في المخطط الجامعي، تنميه القدرات وتوفير الوسائل اللازمه للعمل، المهم بالوراء التصور المتكامل. يعني يعاب على ان المشاريع الاقتصاديه يعني غائبه، يعني كلها يعني مشاريع اجتماعيه، يعني مشاريع اقتصاديه كيقول بانها اساسيه للبطاله اللي كتعلم من التهيير، يعني تعين الرجاله يعني فيها نسبه البطاله مرتفعه شويه، يعني وسمو النصيب ديال المشاريع الاقتصاديه من برنامج ديال نتفق معك. كاين واحد الضعف في المشاريع الاقتصاديه، وهذا الضعف ديال المشاريع الاقتصاديه يمكن نربطوه بواحد النقطه اساسيه. اولا الجامعه ديال عين الرجاله جامعه صغيره، والمشاريع الاقتصاديه عاده كيلجؤوا لها المستثمرين باش يديروا مشاريع اقتصاديه، وبالتالي المستثمرين ملي كيشوف مدينه صغيره ربما الهامش ديال الربح ولا تحقيق الارباح ربما كيشوفها شبه منعدمه ولا قليله، وبالتالي كيصعب على المستثمرين يجيو للجامعه ديال عين الرجاله. ما يزعموش عليها. هذا السبب الاول. السبب الثاني، عندنا واحد المشكل كبير ديال العقار داخل الجامعه ديال عين الرجاله، هو ان العقارات لحد الان مازال ما مسوياش. كاين مشكل ديال الرسوم العقاريه او ما يسمى بالظاهره ديال 73 الاراضي المسترجعه، وهذا من ضمن المطالب اللي كنشتغلوا عليها واللي كنتمناو انها نخرجوها الاقرب وقت ممكن، وهو مشكل ديال البام. مثلا مشكل ديال البام تجاوزنا السؤال والنسويه ديال باش نربطوا بزوج، لان الجامعه ديال عين الرجاله راه كنت تمنيت باش نديروا واحد المدخل. جامعه من حيث الحجم المساحه صغيره جدا، 1.44 كيلومتر مربع، وبالتالي احنا نقطه في وسط زوان، يعني في زوان تحيط بنا من كل الجوانب. راه المدار الحضاري ديال الجامعه من كيبدي من وادي البورولو اللي بالدخله كيكمل قريب الرون بوان ديال زوان، هذا في الطريق الوطني رقم زوج، في اتجاه السعيديه مباشره واحد كيلومتر ونص في اتجاه السعيديه كيكمل المدار الحضاري، وبالتالي الجامعه اولا كان الصغر ديال الحجم ديال الجامعه، ثاني المشكل ديال الاراضي ان المواطنين ولا الساكنه اللي جايه في المدار الحضاري ما عندهمش رسوم عقاريه. الرسوم اللي كان لحد الان مازال في الملك الخاص للدوله رغم ان الظاهره ديال 73، وبالتالي احنا هذا ملف مطلبي كبير احنا نشتغلوا عليه، ونتمناو ان شاء الله قبل ما تسال الولايه ديالنا الثانيه هذه يكون حلينا هذا المشكل، وبالتالي ما يبقاش هذا المشكل ديال الرسوم العقاريه، وبالتالي ملي كتكون الرسوم العقاريه ربما بعض الاخوه اللي راه ما عندهم رسوم عقاريه ولا ما عندهم بعض الاراضي ولكن ما مسوياش، حتى الا بغى يدير شي مشروع ما راه ما كاينش اللي غادي يعطيه الترخيص، لان مشكل الملكيه ما كاينش، وبالتالي ربما النهار اللي تسوى الرسوم العقاريه ديال العقارات ربما نلقاو بعض الاخوان اللي ربما يتشجعوا ويديروا استثمارات، ومن ثم ممكن يتم الحديث عن تقليص الحجم ديال البطاله في المستقبل. من السي زياني هضرتنا على المساله ديال يعني المساحه الصغيره، يعني كانت في الاونه الاخيره كان كثر الحديث بخصوص جامعه زلزل ومشروع ديال التقسيم الاداري الجهادي، وان جامعه زلزل يقال انه بعض الناس سيدي سليمان مستشار تما للحزب الاصل المعاصر قالوا بانه جامعه زلزل ما عندهاش بزاف غادي تلقى، مع العلم انها يعني المساحه ديال جامعه زلزل كبيره شويه مقارنه مع جامعه عين الرجاله. يعني واش ما كتشوفش بانه جامعه عين الرجاله يقد حتى هي يعني تكون ضمن المخطط ديال انها ديال التقسيم الاداري الجديد ويقد ما توقعش سيرتو الا كانت صغيره هكا؟ هي في الحقيقه كاين زوج ديال الحلول، يا اما التوسيع ديال الجامعه، توسيع المدار الحضاري بالتنسيق مع جامعه ديال الزوال، لان دائما التوسيع كيكون على حساب جامعه اخرى، وبالتالي إذا كان التراضي والتجاوب بين الجامعات ما كيكونش إشكال مطروح، ولكن إذا كانت كل جامعة متشبتة بالحيز الجغرافي ديالها كيصعب أن توسع جامعة على جامعة أخرى. كان هذا هو الحل الأول، هو إمكانية الحديث عن التوسع،
واذا ما كانش يعني لا مجال باش تبقى الجامعه ديال عين الرقاده بهذا الشكل الصغير وبهذه الموارد الماليه الضعيفه، بعدها ولا لا باس انه يتم ادماج الجامعات، لان جامعه بدون امكانيات ما سبب وجودها اصلا؟ جامعه كتكون قويه النطاق الترابي ديالها الواسع ومواردها اللي تكون كبيره، إذا كان النطاق الترابي ضيق والموارد شبه منعدمه لا داعي باش نقولوا راه عندنا جامعه ولا عندنا 16 جامعه، لا يكفي يكونوا 6 ديال الجامعات قويين بالاموال والنطاق الترابي، ولا نبقاو نحتفظوا بجامعات صغيره ولكن تشكل عبء على الدوله. 75% من الموارد ديالنا كتعطيهم لنا الدوله الضريبه على القيمه المضافه. اذا الى متى غادي تبقى الجامعات الصغيره كتعيش على الدعم ديال الدوله؟ يعني جامعات كما نقولوا مكتوفه الايدي امام هذا الوضع اللي هو صعب وصعب جدا. سي زين، يعني بالنسبه للبرنامج المستقر يعني ما مدى التنزيل ديالو؟ ويعني واش كديروا تقييم الحصيله ديال طبيعه الحال؟ طبيعه الحال حنا اولا في الولايه السابقه جانا القانون التنظيمي ديال الجامعات المحليه هضر على المخطط الجامعي للتنميه. في المخطط الجامعي للتنميه كل جامعه وضعت مجموعه ديال البرامج ومجموعه ديال المشاريع بشراكه مع المجتمع المدني والمصالح الخارجيه. اليوم في القانون التنظيمي الجديد بدينا نهضروا على برنامج عمل الجامعه، ما بقيناش نهضروا على مخطط. وبطبيعه الحال قبل ما تباشر وضع برنامج عمل جديد درنا واحد المرحله ديال التقييم، حيث استعرضنا اهم ما انجزوه في المرحله السابقه، ونحن الان بصدد وضع برنامج عمل غادي نشتغلوا عليه في الخمس سنين اللي باقيه. وان شاء الله واحد 3 شهور ولا 4 شهور على بعد التقدير غادي يكون برنامج ديال عمل ديال الجامعه واضح وغادي يصادق عليه المجلس، وبالتالي يمكن لنا اللي نقدروا نحقوه بالموارد الذاتيه ديالنا غادي نكبوا عليه مباشره، واللي كتكون الموارد ديالو كبيره ولا هذاك كنلجؤوا للمصادر سواء المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او المديريه العامه للجامعات المحليه او ابرام شراكات مع القطاعات المعنيه باي مشروع من المشاريع اللي غادي تكون في برنامج عمل. سي زيني، سنه 2015 قلت بانه عين الرقاده بدات تتحرك سنه 2015، يعني واش مع العلم انكم تقلتم منصب رئاسه الجامعه منذ سنه 2009، يعني واش ما كتشوفش بان هذه الجمله يعني تلخيص العمل ديال المجلس السابق؟ انا بصراحه ما المجلس السابق ولا المجال السابق ما نبغيش نهضر عليهم باش ما تكونش حزازات مع اي طرف. بالنسبه لنا انا قلت الجامعه تتغير بحب لان المشاريع اللي تنجزت هاد 6 سنين من 2009 حتى 2015 هي اللي خلاتنا نقولوا ان الجامعه بدات تتحرك. وبالتالي المجال السابقه ما غاديش نهضروا عليها، ما غاديش نذكروا عليها، لان لكل انا قلتها في البدايه ديالي كل واحد كيكون في المجلس ولا كيكون في المسير عنده تصوره وعنده طريقه ديال الاشتغال ديالو. انا نتمنى الاجابه ولا الاسئله تكون على المرحله ديالنا من 2009 حتى 2015 ولا في هذه السنه ونصف اللي رحنا فيها للولايه الثانيه، مستعدين بالارقام نعطيو المشاريع اللي تنزلت والموارد الماليه واي شيء يهم الجامعه ديال عين الرقاده في هذه الولايه. سي بنيوس، يعني اهم المشاريع المستقبليه اللي يعني كما يقولوا مبرمجه وعلى انها تكون في القريب العاجل بالنسبه للجامعه. المشاريع اللي حنا نشتغلوا عليها يعني الانيه ومبرمجه هي اللي نعطيك بعض المشاريع اللي كما نقولوا الموارد الماليه ديالها كاينين، ورحنا بصدد وضع الدراسات الاخيره باش نعنوا الصفقات. اول هذه المشاريع هو الكهرباء ديال الواجهه ديال عين الرقاده على طور الطريق الوطني رقم 2 بدعم من المديريه العامه للجامعات المحليه، ورحنا بصدد الاستشاره لمكاتب الدراسات باش يعطيو لنا الصفقه ونعنوا عليها في الجرائد، والغلاف ديالي المالي ديالها 1.2 مليون درهم. عندنا مشروع ثاني وهو بناء فضاء وبناء وتجهيز فضاء النسيج الجمعوي بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والغلاف المالي ديالو 250 مليون سنتيم. الجامعه وفرت 90 مليون سنتيم،
والمبادره عطينا الباقي. ايضا عندنا واحد المشروع اللي هو مهم ومهم جدا وفي الحقيقه كان في 2014 ولكن كانت ظروف اللي اجلاته، هو بناء مركب سوسيو رياضي بالجامعه ديال عين الرقاده اللي فيه ملعب ميني فوت رشب اصطناعي ومسبح وقاعه متعدده الاختصاصات، واللي فتح الاظرفه ديالو ان شاء الله غادي تكون في 9/5/2017 والكلفه الماليه ديالو هي 1.4 مليون درهم بمشاركه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ووكاله تنميه اقاليم الشرق والشبيبه والرياضه. هادو هما ثلاثه ديال المشاريع اللي كبيره. مؤخرا تم فتح الاظرفه بناء ملعبين للقرب بعشب الصناعي، حتى هما الكلفه ديالهم واحد 100 مليون سنتيم، والصفقات تعلمت عليها في 5/5، وان شاء الله قريبا في الايام القليله القادمه ستتم بدايه الاشغال في هذا الاطار. سي بيونس، يعني كيقولوا بعض المشاكل ديال المواطنين انتشرت خلال يعني الفتره الاخيره من سنه 2016 فيديوهات ديال شي مواطنين من دوار بوعمود بخصوص العقاله اللي كتعقل قال لك التلاميذ نظرا لغياب الممر الخاص بالرجل يعني وكذا بعد المدرسه. يعني شفنا على ديك القنطره عادي يعني خاوي يعني فين يفوت الانسان هكا الراجل يعني ما تلقاش فعلا. هذه نقطه كطرحت شكل خطر على لا هما كيهضروا على المشكل ديال 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 قطع الطريق قطع الطريق ومشكل ديال البعد، لان حنا مؤخرا تبنات المدرسه ديال القاسم امين اللي عوضتها المدرسه اللي كاينه على الطريق الوطنيه، نولي للطريق ديال المقطع فعلا هذاك اشكال كبير، وهذه من احدى سلبيات التثنيه ديال الطريق الوطنيه رقم زوج اللي ربطت حفير بركان. المشكل ماشي غير في التلامذ، هذاك حنا عندنا مقبره اللي كان ندفنوا بها ندفنوا فيها حتى هي جايه من جهه وراها راه ملي كيكون الميت هنا في الرقاده وغادي ندفنوا ثمان نجيو نديروا الرومبوا حتى كما نقولوا حتى الفيرما الحمراء وكنوليو، بمعنى نديوه 7 كيلومتر ردوا 7 كيلومتر وهو المقبره على بعد كيلومتر ونص. وهذه القضيه طرحت في ابانها والاخوه ديال الساكنه ديال بوعمود داروا واحد العريضه، ولا انا بصفت ان القنطره توقع في عين الرقاده ولا الرئيس ديال المجلس القروي ديال الزوال لنا بوعمود واحد الدوار تابع الجامعه ديال الزوال، فدا ابانها لا المجلس ديال الرقاده ولا المجلس ديال الزوال تبناو ذاك المشروع وعرضناه، وكانت كان الحديث على امكانيه فتح واحد الطريق باش نحلوا هذا المشكل، وكان واحد المحضر رسمي اللي توقع في العمله، ولكن لحد الان مازلنا ننتظر ونتمناو من المصالح المختصه خصوصا الوزاره ديال التجهيز انه يتم الاستجابه لهذا المطلب والتفكير في هذا المشكل اللي فعلا يؤرق الساكنه ديال الدوار ديال بوعمود والمناطق المجاوره. سي زياني، كنت قلت بانه ان الانتخابات انها تكون منفصله حسب انها تكون وحده محليه ثم انتخابات جهويه، قلتها في واحد الحوار مع يعني واش ما كتكونش يعني واش التصور القبلي ديالك لهذا النوع ديال الانتخابات واش ما يكونش سبب في ضعف التمثيليه ديال مدينه بركان في مجلس الجهه؟ لا علاش قلت تكون منفصله احسن؟ لان كانت ديك الرزنامه ديال الانتخابات كانت يعني لان كلشي الانتخابات في واحد الفتره وجيزه، وبالتالي كان حبذا لو كان ان الانتخابات الجماعيه كتكون وحدها، الانتخابات ديال المجلس الاقليمي تكون وحدها، والانتخابات ديال الجهه، وبالتالي ما غاديش يكون مشكل ديال التمثيليه، لان بركان عاطين له اربعه ديال كيقولوا عاطين له العدد ديال الممثلين ديالو، وبالتالي كانت الانتخابات مجموعه ولا كانت مفرقه ما غاديش ياثر على المساواه ديال التمثيليه ديال بركان. سي بنيوس زياني، عاوتاني بعض الاسئله ديال المواطنين كيقولوا بانه الفتره الانتخابيه الاخيره يعني عرفت كثير من الضغط كثير من كيقولوا بان حزب الاستقلال سي بنيوس زياني ما خدمش مع حزب الاستقلال في الانتخابات البرلمانيه الاخيره. قيل الكثير في هذه القضيه. الحمد لله حنا الناس ديال الرقاده كيعرفونا وعارفين الانتماء السياسي ديالنا، والحمد لله ما خرجناش شي حمله ديال مع شي طرف. فعلا كانت عندنا مشاكل مع الحزب، وربما هذاك المشاكل ديال الحزب خلاتنا ما نخرجوش للساحه علانيه ومع الحزب ديال
الاستقلال، ولكن ما دعمنا حتى شي طرف وباقيين في كما نقولوا في اللون ديالنا، اللون ديال حزب الاستقلال. وكيقولوا يعني واش يعني السبب الاساسي في المشكل واش هو انكم الانتخابات ولا المسلسل الانتخابي دوزناه، وبالتالي المرحله الانيه هي الانكباب على المشاريع وتحقيق اكبر عدد ممكن من المشاريع الساكنه، لا احنا كرؤساء ولا كالبرلمانيين اللي ترشحوا واللي فازوا، اللي بالمناسبه نطلبوا لهم مسيره موفقه ونتمناو يقدموا يد المساعده للجماعات من اجل تحقيق بعض المشاريع اللي تصعب التحقيق ديالها على الصعيد المحلي. كاين واحد السؤال ديال واحد المواطن كيقول بانه يعني كيفاش كيتم تسيير مدرسه كره القدم؟ في الحقيقه هذا سؤال بعيد علينا، ولكن بحكم القرب ديالي بالمدرسه نجاوبوا ماشي مشكل، لان هناك فرق ولا هناك جمعيه هي جمعيه افاق الشباب لكره القدم تسير كل ما يتعلق بالجمعيه بما فيها الفريق الاول اللي كيشارك في العصبه في البطوله، ولا المدرسه التي تم احداثها مؤخرا في حدود شهر 11 ولا شهر 10 2016، بمعنى مدرسه حادثه العهد ما عندهاش واحد 6 شهور ولا 7، وبالتالي هذوك التلاميذ اللي كيدربوا تما ولا اللي كيستافدوا من ديك الدروس كيخلصوا واحد المبلغ رمزي، هذاك المبلغ الرمزي كما نقولوا يتفيرسا في لو كونت ديال الجمعيه، والامور الماليه مدققه جدا، وللشرف انه مره كنكون ماشي مره وانما دائما كنكون متواجد معهم وعارف الامور تسير بحكمه كبيره وكبيره جدا. السي الزياني يقال انه يعني الناس المكلفين سواء بالمدرسه كره القدم يعني انهم من الحزب، يعني كيقول لك واحد الانتقائيه شويه يعني لا اساس له من الصحه نهائيا. غادي ونعطي لها الاخوه اللي كيقولوا المكتب، معنا السيد كاي مجاوي كان بلون اخر ويشتغل الان في الجمعيه ديال افاق الشباب، لا علاقة له بحزب الاستقلال، وكان معنا لثلاث ولايات في الجامعة ديال عين الكاف. أيضا باقي العناصر لم يترشحوا يوما للانتخابات. والأسماء السي محمد مقوري معروف. ثانيا الجفالي محمد معروف. شكون الأسماء الأخرى؟ كما قلت لك الكاي مجاوي كان بلونين ولكن ليس بلون حزب الاستقلال. وبالتالي لا علاقة لآفاق الشباب بحزب الاستقلال. بالنسبة يعني الشباب ديال المنطقة ديال عين الرجالة يعني واش كتلمسوا فيهم أنهم مبادرين لفتح يعني مشاريع، يعني جابوا يعني الوصف ديال أنهم يديروا مشاريع مديرة للدخل، واش كتلقاو شي ملفات بحال هكا؟ لحد الآن نهضر على الولاية السابقة ولا الولاية الحالية، تقريبا كاين ملف واحد اللي كان تقدم على اساس باش يندار واحد المشروع ديال هنا في عين الرقاده، ولكن لحد الان نظرا للاكراهات اللي مثل المشكل ديال العقار وما المسائل المحيطه به، هذا هو الملف الوحيد اللي تقدم على الاقل في الولايه ديالنا من 2009 حتى اليوم، ولكن مشاريع اخرى مديره الدخل لم يسبق لاي مستثمر ولا لاي شخص اخر انه تقدم للجامعه ديال عين الرقاده وقدم شي مشروع في هذا الاطار. يعني بالنسبه يعني كرساله للناس اللي عندهم يعني الهدف الاستثماري ديالهم القدره كما يقولوا باش يجيو، يعني حنا الباب ديالنا مفتوح، وكما قلت انت في البدايه وكما قلت انا راه الجامعه بدون موارد ماليه راه ما غاديش تمشي بعيد، وبالتالي غادي تكون التنميه واحد العائق كبير في الطريق ديالها، لان بدون موارد ماليه ما يمكنلكش تحقق مشاريع، على الاقل حتى لا حقك ما تحققش داكشي اللي باغي، لان مرهون مدى استجابه الطرف الاخر لديك المشاريع اللي انت بصدد وضع واحد التصور وكتطلب التمويل ديالها. بالعكس ملي كتكون عندك الموارد الماليه ديالك راك انت حر في اي مشروع تشوفوا انه كيصلح للجامعه والمستقبل، راك اليوم الحمد لله الجامعات المحليه عندهم واحد الاختصاص اللي مهم ومهم جدا، يكفي انك تكون عندك الموارد الماليه ودير اللي بغيت، بينما اذا ما كانش عندك موارد ماليه غادي تطرق
مصادر تمويل اخرى كما قلت سواء داخليه المبادره المصالح الخارجيه، وبالتالي تبقى مرهون التنميه في الجامعه مرهونه مدى استجابه الطرف الاخر لهذا. حنا ابواب ديالنا مفتوحه لاي مستثمر مرحبا به، ومستعدين نقدموا له يد المساعده من اجل اي مشروع نشوفوا فيه قيمه مضافه للساكنه والجامعه ديالنا عين الرقاده. يعني بالنسبه للعرض يقال يعني ممكن الحديث عن عروض الاطفال اللي يعتبر يعني معايير ديال ماشي ديال ماشي عمومي يعني معايير يعني ديال الخصوص، ولكن عاود ثاني يقال بانه تفرض بعض الرسوم على اولياء الاطفال يعني تثقل الكاهل ديالهم يعني منطقه ضعيفه. يعني الروض ديال الاطفال نفتخر انه اول عروض اطفال عصري في الاقليم ديال بركان اللي دارته جامعه وكتبناه وكتسيروا جامعه بشراكه مع جمعيه اباء ولياء التلاميذ. والحمد لله عدد الاطفال في حدود 110 للسنه الثالثه على التوالي. قضيه ديال الرسوم، انا اتساءل بلاصه الاخوه اللي طرحوا، واش 60 درهم شهريا عائق؟ حنا راه الرسم ولا الواجب الشهري عن كل طفل 60 درهم اللي كيخلص، اذا لاسيونس كيخلصوا 30 درهم في الشهر الاول، الواجب الشهري 60 درهم، وبالتالي راه الجامعه كتدخل وكتعطي منحه لجمعيه اباء اولياء التلاميذ باش يمكن لها تخلص كل شيء المصاريف ديال 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 الاطفال، وبالتالي ديك 60 درهم ديال الاطفال راه واحد جزء بسيط جدا من الحجم ديال الميزانيه اللي كتصرفها الجمعيه ديال اباء اولياء التلاميذ على ذاك المركز ديال دار الطفل التعليم الاولي. سي بنيوس عاوتاني فيما يخص يعني المنح المقدمه للجمعيات، يعني كيقولوا بانها يعني ما شفناش اللائحه ما توصلناش، يعني الناس ما عرفوش يعني بغاو يعرفوا يعني الجمعيات اللي استفدت من المنحه، ويعني واش ممكن يعني انا لا ماشي مشكل. احنا واحد القضيه الابواب ديالنا مفتوح، الدورات ديالنا علانية، حتى منها اللي كنقسموا المنح دورة علانية، والأكثر من هذا أن المجلس ديال الجامعة ديال عين الركادة دار كناش ديال التحملات، وكنديروا إعلان للجمعيات اللي كتبغي تستافد من المنحة ديال الجامعة، كنعلنوا عليها عبر كيقولوا الطابلو دافيشاج اللي عندنا هنا في الجامعة، كنديروها في الموقع الإلكتروني ديالنا. كاين في الموقع الالكتروني واي وسيله اخرى ديال 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 كيقولوا هاد السنه لحد الان لم نقم بتوزيع ولو سنتيم واحد، لان عاده كنا خدينا على العاتق ديالنا ان المنح توزع في الدوره ديال فبراير باش يكون عندهم السنه باش يشتغلوا الجمعيات، ولكن هاد السنه راه مقبلين على توزيع ديال المنح في الدوره ديال ماي، وان شاء الله بعد التوزيع راه غادي تعلق اللائحه ديال الجمعيات، وتا في الموقع ديالنا الالكتروني داير انا داير اللائحه ديال المنح اللي كتستافد بالدعم ديال الجامعه، راه اللي يدخل الموقع ديال الجامعه كيلقى اللائحه ديال الجمعيات وكيلقى الجمعيات اللي كتستافد من الدعم. ربما ما كاينش كما نقولوا واحد التحيين ربما السنه ولا السنتين الاخيره، ولكن السنوات اللي من قبل راه كاين لائحه ديال الجمعيات اللي كيستافدوا من المنح ديال عين الركاب. سؤال اخر السي نيوس كيقول اسمح لنا لا مرحبا احنا هنا كإجابة على الاسئله ديال كيقولوا كيفاش يعني كموظف وكرئيس جماعه وكممثل الساكنه بالجهه، يعني كي كدير توفق ما بين هاد المهام، وقال لك اثناء الاستحمام الملفات شكون اللي كتسبق الاول؟ لا غير باش نكونوا واضحين في هذه القضيه، انا دائما كنقولها وكنعاود، العمل الجماعي هناك إدارة تقوم بعملها، وبالتالي المجالس المنتخبة كيكون عندها الدور ديال التخطيط والبحث عن الموارد من أجل تحقيق واحد التنمية للجامعة. إذا الرئيس ولا أعضاء ديال المكتب ليسوا ملزمين بالحضور يومي للجامعة، يكفي أن التفويض كاين ديال المدير ديال المصالح وكاين رؤساء المصالح، لا في الحاله المدنيه ولا التعمير ولا تصحيح الامضاء. اذا المواطن كيجي للاداره سواء كان المكتب الموسمي ولا ما كانش كيقضي الاغراض ديالو، وبالتالي
ديك الفكره الضيقه ولا ان المجلس خصو يمشي يصنع عقود زياده ولا يصنع كاس، انا ضدها. رئيس الجامعه ولا المنتخبين ولا بالاخص اعضاء ديال المكتب يجب البحث عن قيمه مضافه للجامعه، البحث عن الموارد، ابرام علاقات وابرام اتفاقيات من اجل يعني مزيد من المشاريع التنمويه للجامعه، وهذا هو الدور ديال المستشار الجامعي. بالنسبه للجهه الحمد لله الجهه حتى هي راه عندها اداره ديالها كتشتغل، وبالتالي حتى اللقاءات ديالنا على هذاك تقتصر على الدورات ديال اللجان ولا الدورات، وبالتالي ماشي مشكل التواجد في الجهه انه يشكل عائق مع الجامعه ولا المصلحه ديال الاداره اللي كنشتغل فيها. سينيوس في اطار يعني مجلس الجهه يعني في الاونه الاخيره يعني كنشوفوا يعني كما يقولوا وصلت حتى المهم ما بين الناس الوجدان، الناس الناظور، الناس الوجدان، الناس الناظور، راك تكون حاضر فيما كتشوف دوك الصراعات ودوك شد ليه يعني بركان كيقولوا بانه في الوسط يعني كتفرجوا صافي يعني المشاريع الكبرى كيمشيو لوجده وكيمشيو للناظور، الناظور بطبيعه الحال الضغط هو اللي يجيب لك الاخر، الضغط ديال الناس ديالهم يعني الممثلين ديالهم بالجهه، يعني النصيب ديال مدينه بركان من المشاريع الكبرى اللي كتكون في يعني احداث نواه جامعيه ببركان. واه مشروع كبير وللجهه دور كبير في انجاز هذا المشروع اللي مؤخرا ربما الامور راها على كما يقولوا في المراحل النهائيه من اجل كيقولوا اذا احداث نواه جامعيه بالسعيديه. هذا مشروع كبير استفاد به الاقليم ديال بركان، وان كان ان في الدوره ديال الجهه نقاش كبير كيفاش ان بركان استفاد بزوج بينما اقاليم اخرى ما استفادتش. كيقولوا علاش وحده في سيدي سليمان وحده في السعيديه، مع العلم ان جامعه اقاليم اخرى ما عندهمش النواه الجامعيه، ولكن نقاش كبير وكبير جدا اللي دار في الجهه، والحمد لله الاخوات فهموا الطبيعه ديال النواه الجامعيه اللي غادي تكون بركان والنواه الجامعيه اللي غادي تكون السعيديه، وتم تمرير التوجه. بالنسبه لبركان، بركان ليست غائبه عن المشاريع الكبرى، وبركان بحالها بحال لا وجده ولا الناظور مجموعه ديال المشاريع الكبيره سترى النور ان شاء الله في الايام القادمه، وحنا كمنتخبين تما ديال الاقليم ديال بركان كنحاولوا ما امكن ان نسمعوا صوتنا، والمشاريع اللي كنشوفوا انها تعد النفع على الاقليم ديال بركان ما كنتردوش في الدفاع عنها سواء في اطار اللجان ولا اللقاءات الثنائيه مع المكتب المسير ولا اثناء الدورات. سينيوس يعني في الاونه الاخيره كانوا يعني وقعوا عده سرقات يعني بعيد عن المجال يعني المسؤوليه ديالكم، ولكن كيقولوا يعني واش كاين يعني شي اجراءات يعني من اجل تعزيز الامن بالجهه؟ مشكل الامن كما نقولوا اخيرا كان هو حديث الساعه. علاش حديث الساعة؟ لأن كانت واحد العملية ديال السرقة متتالية يوما عن يوم، وصلوا العدد ديال المنازل تقريبا 10 ولا 12 المنزل اللي تسرق. هادو منازل اللي ربما الناس ديالها عرفوا بأن ما راه تسرق، ولكن كاين منازل اللي راه بالعار غادي يجي المواطن من الخارج ربما يلقى الدار ديالو مسروقة. أيضا المؤسسة ديال مدرسة قاسم أمين هي كانت في السابق كل مرة كتعرض للسرقة بعد ما ترحلت، وبالتالي هذا مشكل يهمنا كاملين كمجلس وكساكنه وفعاليات المجتمع المدني، وحنا بدورنا كنضموا صوتنا للجمعيات اللي مشكوره مؤخرا جلسوا بيناتهم وداروا واحد البيان مشترك وكيطالبوا باحداث مركز الامن الوطني بعين رقاده. حنا كمجلس انه كل مره يتم طرح هذه النقطة في جدول الأعمال، الأكثر من هذا كمجلس مستعدين نخصوا قطعة أرضية للمصالح الأمنية المركزية من أجل إحداث مركز سواء للأمن ولا الدرك الملكي. هذا إحداث إحداث تخصيص قطعة أرضية هذا 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 يعني واحد الإجراء للمجالس المتعاقبة بحال كيسهلوا المأمورية على الإخوة ديال الأمن، إذا كانوا مستعدين باش يبنيوا مركز الأمن الوطني ولا الدرك، الجامعه مستعده تعطي قطعه ارضيه للمصالح المعنيه، ونتمنوا ان السلطات الامنيه الاقليميه ولا المركزيه تاخذ بمأخذ الجد هذا المشكل، لان فعلا مشكل عويص وعويص جدا، ولا تنميه بدون امن.
لان التنميه مفهومها الواسع الى المواطن ما كيحش بالامن والامان البلده اللي كيعيش فيها، راه اللي دات له المشاريع ما كيتلددش ديك الحلاوه ديال ديك المشاريع، ولكن النهار اللي كيحس بالامن، الامن الجسدي ديالو والامن ديال الممتلكات ديالو، راه غادي يحس بداك الطعم ديال ديك المشاريع. اكثر من هذا، الضروره ديال احداث مركز ديال الامن ولا الدرك ما نشوفوش فيه غير الجانب الامني، راه في تقريب الاداره من المواطن، وهذه السياسه اللي الدوله كتهضر عليها بزاف. اذا ملي كنقربوا ملي كنديروا مركز ديال الامن ولا ديال الدرك، راه كنسهلوا على المواطن يخدم اوراقه دون تنقل سواء في اتجاه بركان ولا اتجاه احفير لاستكمال الملفات الاداريه ديالو. قدرت تقريب اطار المواطن سيدنا نصر راه قالها في الخطاب كامل تقريبا جابوا على المواطن. والله يتم الاستجابه لهذا الملف، وحنايا راه كنقطه في جدول الاعمال، وغادي الصوت ديال المواطن غادي نحاولوا بشتى الوسائل ايصاله للجهات المهنيه. سيدي يونس، يعني كاين واحد المشروع اللي يعني كما يقول حلم قديم، هو السوق الاسبوعي. ونتمناو شي نهار يرى النور هذا السوق الاسبوعي في عين الركادة، في عين هو مطلب وكان بان في المخطط الجامعي للتنميه كمشروع باغيه الساكنه، وكان من ضمن النقاط اللي كاينه في البرنامج المخطط الجامعي للتنميه. إذا كان سوق أسبوعي بالإضافة لأنه مطلب، سيوفر موارد مالية إضافية للجماعة، تكون حركية اقتصادية، وبالتالي هذاك الضعف ديال الموارد المالية اللي هضرنا عليه في البداية ديال الجلسة، ربما يتم تقليص ذاك الضعف، ومن كيكون السوق أسبوعي تتكون الحركية وتكون موارد مالية إضافية للجماعة. سيميونس، كلمة أخيرة. شكرا جزيلا للموقع بركان كانون تناف، ونتمناو احنا خدينا على عاتقنا في الحملة الانتخابية هو الاستمرارية في الإصلاحات وفي التغيير اللي عرفته الجامعة منذ سنة 2009. نتمناو إن شاء الله أن الله يوفقنا ونحققوا مجموعة ديال المشاريع اللي تعود بالنفع لا على الساكنة ولا على الوحدة الترابية ديالنا اللي هي الجامعة ديال عين الركادة. شكرا جزيلا. الله يرضي عليك. شكرا.